لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج التور. التور النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، عندهم القمر في منزل العلاقات بيسمح لهم يعملوا علاقات موفقة، ويقدروا كمان في حياتهم الشخصية يحققوا توازن ويكون عندهم قدرة على العطاء. كمان على الصعيد المهني ممكن يكون عندهم يوم مناسب لو عايزين يعملوا انترفيو في شغل. عندهم التور النهاردة لباقة ودبلوماسية وقدرة على التفاوض هايلة إن شاء الله.